إلى أقصى شمال غرب الصين، حيث تشهد أجزاء من منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غرب الصين الآن عاصفة ثلجية منذ حوالي نصف الشهر. وتعد هذه الفترة الأطول التي تعرف فيها المنطقة بالعواصف الثلجية منذ قرابة عقد من الزمن. وفي المناطق الجبلية وصل عمق الثلوج إلى ما يقرب المترين، ما صعب من أعمال الإصلاح لعمال الكهرباء. ذلك أن معظم المعدات متواجدة في أعالي الجبال، ويتعين على العمال الوصول إليها سيرا على الأقدام. علاوة على ذلك، وخلال عطلة السنة الجديدة التي دامت 3 أيام، زار الكثير من الناس بحيرة كانس، وهي مقصد سياحي شهير جدا بالتاي الشنجانية، حيث حاصرت العديد من الانهيارات الثلجية السياحة والمركبات. وقد أرسلت السلطات المحلية 8 آلات لتسريح الطرق، وتتوقع السلطات الجوية المحلية المزيد من الثلوج في الأيام القادمة.